وفي في في غنوه عندنا محمد عبده كان مغنيها عن اب مستني ابنه راح القاهره وما رجعش ايام برضو الاستنزاف. فتخيلت لو احنا عملنا غنوه جديده دلوقتي للموقف ده، موقف سكان الحدود وعساكر الحدود، لان دي علاقه مهمه جدا. فالفت حاجه عايز اسمعها لك او اسمعها لكم يعني. معلش يا جماعه انا هعطلكم. الفتها لحنتها برضو. لا انت دخلت بالموبايل ازاي؟ بصي عيب عليك. بصي اقول لك ايه، دخلت ده اخين يعني واحد فيهم حرس حدود واحد فيهم اشتغل دخل الجيش يعني. تقول ايه بقى؟ انا اللي واقف على الحدود بحمي الحدود وبقيم حدود الله في ارضي وفي بلادي، وانا اللي ساكن على الحدود برسم حدود وبراعي اهلي وناسي وجيراني وولادي، انا اللي جدي في يوم عبر هزم اعادي، وانا اللي ابويا كان حجر هرم بلادي، احنا اللي جينا قبل ما ينادي المنادي يا رب راضي جيشنا الليلادي، انا اللي جدي في يوم عبر هزم اعادي، وانا اللي ابويا كان حجر هرم بلادي، احنا اللي جينا قبل ما ينادي المنادي يا رب راضي جيشنا الليلادي، انا اللي واقف على الحدود بحمي الحدود وبقيم حدود الله في ارضي وفي بلادي، وانا اللي ساكن في الحدود برسم حدود وبراعي اهلي وناسي وجيراني وولادي.